السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وعودة أخرى مع وائل عباس وقناة عبقري علم والبحث عن بدائل جديدة للأعلاف المصنعة اللي لقيناها والحمد لله، وهو الشعير المستنبت والأزولة. وكفاية شعير بقى، نخدش نرجع تاني للأزولة عشان أخلصها بكميات كبيرة إن شاء الله، حلقات كتيرة باللي احنا عرفناه وتعلمناه، وعلشان أخدش في الأوليفيا كمان بعديها إن شاء الله. النهاردة حلقة عن حرق الأزولة ودراسة جدوى لزراعة الأزولة. الناس كتيرة بتسألني على نقاط كده فحبيت أقولها لكم، بس أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا مصمم على اللي أنا قلته لكم. الأزولة عاملة زي التعابين، بتغير جلدها. الأزولة حساسة جدا بطريقة غير طبيعية، ومحدش هيقول لكم الكلام ده بالنسبة للتسميد. يعني التسميد اللي يقول لك معلقة شاي ومعلقة بطيخ، لا، الكلام ده مش حقيقي. الأزولة دي بتتعامل بالجرامات والنص جرام، حساسة لأبعد الحدود. فمن الأفضل أنت أصلا لما بتحط مية وبتجدد المية على طول، المية دي عبارة عن إيه؟ ما فيها عناصر معدنية. إذا من الأفضل ما تحطش عملية تسميد، لأن مهما تكون النسبة قليلة هتحرق الأزولة. وهوريكم أنا دلوقتي وإحنا ماشيين عملي إيه اللي حصل في زراعة الأزولة. ولكن أنا قلت حلقة قبل كده ودي حقيقة، الأزولة في أي مكان جديد بتغير جلدها وبتستعيد نشاطها، وادي النتيجة قدامكم اهيت. لازم نفهم إن الأزولة بتزرع في الصيف وفي الشتاء، ودي حاجة كويسة. يعني أنا إن هي ملهاش وقت معين. وبالنسبة لو أنا مثلا عندي قطعة أرض، مثلا قطعة أرض صغيرة، مثلا لو أنا عملت المشمع عشان أحبس المية ما تتصرفش في الأرض، الفدان هيكلفك حوالي 16,000 جنيه مشمعات بس الفدان. لكن أنا لو عندي أرض غدقة، يعني أرض ما بتصرفش المية، يبقى أنا أستخدم من غير مشمعات. الفدان بياخد له حوالي بألف جنيه أزولة، بياخد له حوالي بألف جنيه أزولة، يعني بياخد له حوالي طن. وبتتكاثر الأزولة جرثومي، وتكاثرها بيبقى سريع جدا، سواء جرثومي أو خضري. في الأراضي المفتوحة، لا، أنا اللي قدامكم ده في البيت عندي في البلكونات، لكن في الأراضي المفتوحة أنا ما بعتمد على أرض، مثلا لو ما فيش مشمعات على أرض ما بتصرفش، بيبقى فيه مية وطينة والسبلة بس، أو التسميد اللي أنا هعمله. طب السبلة، في ناس تقول لك إيه، باخد التسميد البلدي أحطه في زي أنتم هتشوفوا دلوقتي كمان شوية، أحطه في الأرض، ماتت الأزولة واتحرقت. ما هو طبيعي لازم تموت وتتحرق. لا، الطريقة مش كده. ده أنا بيبقى عندي برميل، عارفين البرميل الكبير أوي الأزرق ده أبو 200 لتر ده، بيبقى عندي برميل 200 لتر، بجيب 20 كيلو من سبلة الفراخ البياض او سبق او زرق الحمام، واحط اخد منه 20 كيلو واحطه في البرميل ده، وبحط عليها ايه، 1 كيلو ملاس، عارفين الملاس ده بينشط البكتيريا والتحلل في خلال 3 ايام. يعني العمليه دي بخليها في البرميل حوالي 5 ايام ولا حاجه، اما تتحلل تماما. باخد لتر فقط لكل متر ارض، يعني باخد لتر من الميه المتحلله ديت اللي باقيه من الصافي بتاعها، باخد لتر لكل متر، مش باخد كله اجرميها احرق الازوله. ونخلي بالنا، انا بكلمكم كلام عام عشان احنا خلاص دخلنا في حلقات عن الازوله. الازوله الخضراء هي 20% بروتين، ولكن الازوله اما بتتقلب الى جافه بتديك ال 35 و40% بروتين. طب ازاي؟ ما الازوله الطن اخضر، اما تجففه كذا يوم، 3 4 ايام جفاف الصح بعيد عن الشمس، وتعرفين الطريقه، بيديك 100 كيلو ازوله. ال 100 كيلو ازوله دول فيهم 30 ل 35 ل 40 كمان بروتين. طب انت يا عم وائل بتتكلم الكلام ده كله ليه؟ ما انا هقول لك، لان احنا في مشكله في الازوله ما حدش بيقولها لك، وخصوصا الازوله اللي موجوده في الاطباق اللي موجوده في البيت. انا جربت معاها جميع انواع التسميد، لازم حتى لو من غير تسميد، لازم تحط في دماغك ان الازوله
بتعيد بنائها من جديد وتغير جلدها زي التعابين. يعني ايه بتغير جلدها؟ يعني ممكن تموت وتقوم تاني وحسب قوة الأزولة. لو ضعيفة هيديك عدس ماء، لو قوية هتديك أزولة مرة أخرى، ولكن نسب التسميد ضعيفة جدا اللي بتحطها. والحلقات اللي جاية هشرح لكم النسب، يعني اللي يقول لك معلقة تحط ربع، اللي يقول لك ربع حط تمن التمن. الأزولة حساسة بالجرامات والنص جرام بالنسبة للتسميد، فخلي بالكم في بالموضوع ده. طيب افرض وانت في الاراضي، يعني بص هنا، بص هنا جاي لك اهو، انا هوريك كده. بص في الارض ديت، الارض دي كانت مليانه ازوله وزي الفل وجميله، وشايفين عامله ازاي وجميله وزي الفل، دي بتاعت واحد صاحبي معرفه. فجاه حط لها تسميد بدون درايه وكميات كبيره، شوفوا بدات اهي الازوله بدات تتحرق، وبدات حتى انا في بعض الاطباق عندي اما استخدمت كميه كبيره من التسميد، في اطباق عندي اتحرقت تماما وباظت وبدات تعمل من جديد وتنمو من جديد. في الاطباق اللي قدرت تحيا، ما في اطباق ماتت نهائي ما نفعتش، لكن في وفي اطباق خلاص انتهت الازوله ماتت تماما من كتر التسميد الكيميائي. يعني التاني ده حط تسميد عضوي بكميات كبيره، ماتت الأزولة بالكامل والمزرعة بالكامل اتحرقت، وبدأنا في زراعتها من جديد. ولكن وهنا برضو هنا كان في أطباق سليمة نمت الأزولة وخدت وقت طويل جدا عشان تنمو وتجيلك في الأطباق اللي هتجيلك دلوقتي وتنمو من جديد. فافرض ده انت لقيت إصابة حشرية مثلا في الأزولة، سواء في الاراضي المفتوحه او في الاطباق. انا بتكلم الحاله دي عامه بدايه لدخول، هنخش في تعمق كبير جدا وحاجات انتم مش هتتوقعوها الايام الجايه في دراسه ادق التفاصيل عن طريقه تربيه وزراعه واستزراع الازوله. لكن افرض انت لقيت مثلا في سواء في البيت او في المزرعه اصابه حشريه 1 سنتي او 1 جرام لمباضه، 10 او 5% مش هتفرق، وبترش على الازوله بتقضي على الحشرات اللي موجوده في الميه وفيها تماما. وانا قلت لك افرض. طيب انا دلوقتي دي بصائل، يعني اذا الازوله يا جماعه ما فيهاش مشكله، وده موسمها، الموسم الايام اللي احنا فيه ده خصوصا في ارتفاع الاعلاف، ارتفاع الاعلاف الازوله هتفيد وهتعمل وهتفيدك جامد. طيب انا الازوله بغذيها ازاي؟ انا اهم احسن حاجه في الازوله، يا سلام لو انا عبيت في شكال، لو انا عندي مزرعه كبيره عبيتها في شكال يوم كده وقلبها على علفه اللي موجوده اللي انت كنت بتديها للعجول او الماعز او الدواجن او الخرفان، 50% مثلا ازوله زائد 50% ذره تعوض الطاقه الناقصه اللي موجوده في الازوله. الازوله احماض الامينيه فيها عاليه جدا والبروتين عالي فيها جدا، اعلى نسبه بروتين بتحتوي فيها الاحماض الامينيه كتيره جدا ومحفزه النمو، وفيها تحلب ينظم انزيمات الجهاز الهضمي، وفيها فيتامينات ومعادن. وجبه غذائيه بصراحه متكامله ومنشطه، ولكن بينقصها 3 احماض امينيه اللي احنا قلناهم في فيديوهات قبل كده، بجانب احنا بنديها ذره علشان الطاقه بتكون قليله شويه في الازوله، فبيعوضها موضوع الذره او الشعير المستنبت اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. فبديها 50% ازوله و50% ذره، وبضيف حاجات بسيطه من ملح الطعام وشويه بودره بلاط بتاعت بتبقى ديت وجبه غذائيه متكامله، متكامله للحيوان او الطائر. اذا 50% ازوله 50% ذره زائد شويه ملح طعام زائد بودره البلاط هتبقى وجبه غذائيه متكامله. بالعكس ده نسبه بروتين هتبقى اعلى من البروتين اللي انت بتاخده من الاعلاف المصنعه. وبتقدر تنمي بيها العجول. حتى في بعض، وقلت انا الكلام ده قبل كده،
ان في عملوا في مزرعة في مصر غزوا حيوان متكامل على أزولة فقط، لكن لقوا ان نسبة الهيكل العظمي ضخم جدا، قوي جدا، نعومة، جمال في ناحية طعم اللحم، الحيوان بقى حاجة جميلة جدا، ولكن لقوا حاجة غريبة ان نسبة الدهون تكاد تكون منعدمة في الحيوان او في العجول وكده، وكانت طاقته ضعيفة مش قادر، لانه كان اللحم كله عبارة عن لحم احمر صافي خالي من الدهون. فعشان كده احنا قلنا ندي 50% أزولا و50% ذرة عشان لتنمية الحيوانات والطيور. وإحنا الأيام الجاية إحنا تعبنا من كتر الكلام في موضوع الشعير المستنبت، وطبعا الشعير المستنبت في مشاكل ليها. أنا قلت لكم قبل كده موضوع اللي أنا أنميه في غرفة مقفولة زي اللي عندي هنا، الحرارة بتبقى عالية، لازم في مكان يكون الحرارة فيه عشان ما يحصلش عملية التعفن، هو يجود في أي مكان بس نخلي بالنا تبقى الحرارة فيه تهوية فيها. فأنا لاحظت إن أنا بعدت جامد عن موضوع الأزولة، فعايزين نتكلم فيها من تاني ونرجع وترجع حلقاتنا من تاني. وكل سنة وانتم طيبين، ويا ريت، أنا مبسوط جدا من التفاعل، ناس كتيرة، بس في ناس كتيرة بتحاول تكلمني وتتصل بيا بالتليفون. والله يا جماعة أنتوا عارفين كل واحد فينا وراه، يعني كل واحد بيجري على أكل عيشه ومش عارف إيه، أنا برضه إيه بشتغل، فيا ريت يعني أي سؤال أي حاجة اكتب لي تحت الفيديو وكلنا، وأنا برد عليك على طول وما بتأخرش عليك، ونتناقش إيه الموضوع ونحلل الموضوع ونتكلم عشان أنت تستفيد وأنا كمان بستفيد منك، خلي بالك. وكل سنة وانتم طيبين، ويا ريت تشاركوني زي انا ما قلت لكم، وانا تحت امركم في كل حاجة. والايام الجاية ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل وهقول لكم على النسب المظبوطة في عملية المشكلة الوحيدة للأزولة، الحشرة اياها اللي ما تتسمى وربنا يبعدها عنكم وعننا. والكل مش عارف يقول لك نسبة التسميد. بصوا يا جماعة، احنا لو نسبة التسميد جرام نحط 1 على 10 من الجرام، لازم حاجة اللي تكاد لا تذكر، تكاد لا تذكر، لأن النبتة دي نبتة حساسة بطريقة كبيرة جدا لعملية التسميد والحشرة إياها اللي ربنا يبعدنا عنها وعنكم. أنا زي ما وريتكم إن مجرد معاملة بسيطة جدا في المزرعة اللي أنا كنت واقف فيها، وكان سماد بلدي من السماد كومية إن بي كي اللي أنا بستخدمه هو والعناصر الصغرى، حرق المزرعة بالكامل، المزرعة بالكامل ما عادش فيها حبة، لدرجة إن إحنا زرعناها من أول وجديد. فيعني وزي ما وعدتكم الأيام الجاية إن شاء الله هنقول أحلى كلام وأحلى حاجة في موضوع الأزولة وإزاي نحافظ عليها، وخصوصا في المنزل، وإزاي نحافظ عليها وإزاي نحصل عليها وإزاي نأكل، مع إن أنا شارح فيديوهات كتيرة بس هنقول أكتر وأكتر، وإزاي آخد منها وأحصل منها للطيور والبط والدواجن والعجول وكله، وإزاي كمان أستخدمها في البيت. فيا ريت حضر أسئلتك ورقة وقلم، حضروا لي كلكم، اللي عايز حاجة يكتبها لي تحت الفيديو نتناقش فيها، كلمني عن التسميد في كذا، كلمني عن التغذية في كذا، وإحنا نعمل حلقات ونتناقش فيها، ولو كانت الحكاية بسيطة نرد على طول ونناقش بعض علشان انت تستفيد وانا استفيد وكلنا نستفيد. انا بشكركم جدا، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك علشان يوصلك كل ما هو جديد. معاكم والعباس وقناة عبقري علم، وحلقة بسيطة كده اللي انا قلتها بداية بس نبدأ، لان انا بقالي مدة طويلة ما اتكلمتش عن الأزولة، عن حرق الأزولة ودراسة الجدوى الاقتصادية لها. كل سنة وانتم طيبين.